انا قاعده بغسل كلها الحين، انا لان عندي الكلى تعبانه وبغسل كلى. تعبانه، يدي تعبانات، رجلي تعبانه، جسمي تعبان، صرنا هزيله، مش قادر اقوم، فيش اكل، فيش شرب، فيش شيء، فيش كهرب، فيش كل شيء، كل شيء ما فيش ولا حاجه. الحياه معدومه عندنا خالص، الحياه معدومه عندنا خلاص، كأن احنا بس عايشين بس هيك، يعني ما في ولا حاجه من مقومات الحياه اللي في الحياه. يعني هذا مش حال، احنا ايش ليش السبب يعملوا فينا هيك؟ ايش ما سوينا لهم احنا؟ يقتلونا ويقتلوا اولادنا ويشردونا من دورنا. يعني يشردونا من دورنا هيك الله بقوله؟ كل العالم بتفرج علينا، حسبي الله ونعم الوكيل عليه، بس.